سي سفيان مرحبا بك في موقع البطوله.com. شنو هو التوقعات ديالك لهذه المقابله المهمه؟ ان شاء الله كنتمنى ان شاء الله يكون واحد النتيجه ايجابيه للزملاء ديالي، كنتمنى ان شاء الله يكون الربح لما لا يكون واحد الحصه ان شاء الله للطرف الجنوبي ديالنا، وهذا مقنع لاننا في بدايه ديال الموسم لازم نفوزوا بهذه المقابله ان شاء الله، لازم نديروا معنويات ديالنا للبطوله وربما توقع منها كاس عياش ان شاء الله. سي سفيان شفناك ما لابس اليوم، ماش لا هو ضمن اللائحه ديال الافريقيه لان المدرب اللي كان سمح الفخير ما كانش درج ضمن القائمه ديال اللاعبين، كنتمنى ان شاء الله يكون ضمن اللائحه في المباريات القادمه ان شاء الله. واش سفيان مستعد بدنيا لاجراء المقابله القادمه؟ اكيد ان شاء الله غادي يكون مستعد بدنيا وذهنيا باش نساعد الزملاء ديالي. العوده الرجاء؟ اكيد انا لاعب ديال الرجاء البيضاوي، ما يحتاج ان يكون عوده بدنيا مع الفريق. انت دائما انت محبوب الجماهير، كنت كنتمنى انك تدخل اليوم ياك؟ اكيد انا كنتمنى نكون مع الزملاء ديالي في المقابله، نعمل اضافه للزملاء ديالي، نعاون الزملاء ديالي باش نرضيو الجمهور هذا اللي ما كيخطاناش ما تنساناش، ديما واقف جنبنا، خصنا حتى حنا نردو ليه واحد شويه كيطالبونا بالبطوله، حنا البطوله هاد السنه ان شاء الله غنحاولوا نحققوا ليه كاس العرش. توقعات ديال هذا الماتش ديال اليوم؟ ان شاء الله كنقول ان شاء الله غيكونوا جوج اهداف صفر ان شاء الله. ان شاء الله كنتمنى التوفيق.